رجعنا لموضوع الغرور. الناس قالت وسمتك ان انت مغرور، والناس سمتك شويه بالعنيف او الهجومي، يعني انت ما بتسمحش ان حد ينقدك او يقول فيك اي حاجه. لا دي مش هي، بالعكس في ناس بتقول كده. اوكي، ف المرحله بتاعت الغرور دي اترسمت حواليك ازاي، او اللي هو انت مستقبلش راي الاخر اترسمت حواليك ازاي، انت بتنفيها دلوقتي، فانت اترسمت جت حواليك ازاي؟ لو انا مش انت عارف ان انا عملت جيم قريب عندي في البيت، عارف ليه؟ عشان تهرب من كلام الناس. لا ما. عشان عضله الباي عندي الناس كانت بتقول ضعيفه. آه. لو انا ما بتقبلش كلام السلبي على جسمي كنتش هعمل كده، كنت اقول لا انا عضله جامده بقى. بس انا لا، بالعكس انا بسمع الكلام، بسمع، بس هي حسب الكومنت بيبقى عامل ازاي. لما واحد، في فرق بين واحد يقول لي كابتن انت المفروض تحسن عضله الباي شويه، اوكي واحد قالها، اتنين تلاته اربعه، لا فعلا يبقى في كده في حاجه. وطبعا المدرب بتاعي اول واحد هو اللي بسمعه لما هو يقول عضله الباي فعلا عندك ضعيفه، فعلا ضعيفه. طيب يبقى احنا لازم نغير السيناريو ده، اعمل جيم في البيت والعب باي كل يوم. كل يوم، كل يوم او يوم او يوم لا. بس لما واحد يقول لي انت تعبان روح انت فاشل اصلا ما عندكش باي، لا ده مش رأي. ده نقد مش بناء، ده نقد هدام. يعني وبعدين انا كمان حتى النقد ده انا ما بردش عليه. انا عندي ادمن الفيسبوك وانا مديله التصريح بقول له اي حد يغلط بطريقة مش حلوة رد عليه، لان مش صح، لان احنا المفروض كلنا كعرب بالذات بنسبورت بعض. بالظبط، صح. وكلنا المفروض نساعد بعض. خليني بقى انا في الحته دي اخش فيك انا شمال، انا اللي هخش فيك شمال. خش شمال يلا. اول انا كنت بحب الدره ومعجب بيه جدا وبتاع، فدره كان عمل حركه قام منزل فيديو لرامي وفي الهيس وعمل مقارنه ما بينهم. الفيديو ده قلب المجتمع المصري عندنا. هو ممكن تكون انت ما حسيتش لان سبب في ناس منافقين عندنا كتير، فممكن الناس ما توصلكش يقول لك ايه، بس في ناس بقت بتتكلم هو ازاي يعمل كده، هو ازاي مش عارف ايه. في موقف حصل معايا، الناس سالتني قلت لهم يا جماعه بيقولوا لي بيكلموني عن الدره وكده، قلت لهم يا جماعه انا واخد موقف من الدره لسبب واحد، ان الدره كلاعب كمال اجسام ما ينفعش يقيم لعيب كمال اجسام لان هو زيه زيهم، ما ينفعش يقيمه. اللي يقيم لاعب كمال اجسام يا حكم يا يكون المدرب الخاص باللاعب نفسه. لكن لو هتقول اراء قول رايك زي ما انت عايز، لكن ما ينفعش تعمل مقارنات لسبب ان انت الدره المعروف اللي عنده فولورز كتيره وعنده معجبين كتيره، فما ينفعش يطلع يتكلم للبابليك ويقول ان رامي عنده نقط ضعف هنا وفي الهيز بيتفوق عليه في هنا. فانت بتعمل كومبارسنج ده غلط في حد ذاته. مش غلط لو انت واحد من ضمن السيفيليانز الناس العاديه، لكن انت مميز وعندك فولورز ولاعب كمال اجسام، فانت ازاي جات لك الجرأه في الحته دي ان انت تنقد لاعب وانت بتقول ان احنا بنسبورت بعض وبندعم بعض كعرب؟ ازاي؟ ركز في الحته عشان ايه. انا عارف انك في فاير هتطلع. لا 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 خالص، بالعكس اجابه هتبقى قصيره جدا فعلا. اتفضل. زي ما لما واحد يقول لي كابتن انت المفروض تحسن الباي بتاعتك شويه، هي بالظبط الفيديو لما اقول كابتن انت المفروض تحسن التنشيف بتاع الهامسترنج بتاعك شويه. سيم ثينج. لان انا ليه مش عايز رامي يكسب؟ بس انت بتقول لا احنا ما قلناش انت مش عايز رامي يكسب. بس ده بالعكس، انت عارف لو واحد مصري كسب الباب اتفتح لنا. بابنا اتفتح يعني. حتى لو انا نفترض مثلا لو واحد شخص خبيث، عارف انت اللي ما بيحبش الخير لغيره، هيبقى اناني هقول لك لا 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 خليه يكسب، ده يفتح الباب لينا كلنا. فانا عايز رامي يكسب. ليه ما بيكسبش كل سنه؟ لان مش عشان هو ضعيف، عشان الاستاذ اللي بيكسب بقاله 7 سنين. عارف زي ما روني كولمان جه بحجم عمرنا ما شفناه في حياتنا في 2003 بالظبط، الطفره من 2002 2003 عمل طفره. فيل هيث بيجي بديفينيشن احنا ما شفناهوش في حياتنا قبل كده من كوكب تاني. بس السنه اللي فاتت ما كانش فيه ديفينيشن. 2007 كان فيه بابل جات وما كانش فيه ديفينيشن بطنه. انا مش بتكلم على بطنه، هي لا تحكيم دولي بودي بيلدينج بابل جات انت اوت، ما ينفعش. فيل هيث واخد الفول سكور في 2017. روني كولمان كانت بطنه قد كده، كانت بطنه جواها إليان. بس روني كان الوحيد اللي بيكنترول على المسرح كل البوزات بتاعته اللي ما يظهرش بطنه فيها، لكن فيل في بعض البوزات بطنه بتبان. فانت ازاي دي بقى دي ما هي دي اقول لك حاجه، دي اكننا بنبص على لوحه
وانت بتقول لي اللوحه دي حلوه وانا بقول لك اللوحه دي وحشه، او مثلا بنعمل ديكور لاوضه نوم. لا بس انا مختلف معاك في الحته دي، لو احنا متفقين ان اللون ده اسود فهو اسود، ما ينفعش تيجي تقول لي اصل هو ايه الاسود ممكن يبقى مش عارف ايه. لا احنا خلاص اتفقنا في رولز، بابل جات انت اوت. هقول لك حاجه، تعرف انا نص الكلام اللي في الفيديو ده واخده من مين؟ ها من التوب كريتيكس بتوع بودي بيلدينج، دول ماسكولر دول ديفلوبمنت. ما يفرقوش معانا. هقول لك ليه دول ما يفرقوش معانا، ليه؟ لسبب ان دول كده كده بيتكلموا وشغلانتهم ان هم يتكلموا، لكن مظبوط. الضره شغلانته او صفته او كنيته في الموضوع ان هو يكون لاعب كمال اجسام، فما ينفعش يبقى جادجمنتال لحد تاني يكون بيلعب نفس اللعبه بتاعته. لا ليه؟ بالعكس، لو انا كوتش لو انت فعلا عايز تعمل ده كنت كلمت رامي في برايفت كول مثلا او مسج او ايا كان. لا يا رامي اخي، ده كده انا بعدي خط. لا نو خالص نو نو، خالص، بالعكس بالعكس، على فكره رامي بيتقبل المواضيع دي، رامي بيتقبل بس هو الموضوع ده عارف، جدا يعني. بس هو كلمه عارف. الموضوع البابليك، انا بصراحه انا هشيد بيك في حاجه كمان، ان انت دخلت على اليوتيوب وشلت الفيديو، يعني ده موجود؟ موجود لغايه دلوقتي؟ ما بشيلش حاجة. فعلا؟ والله والله اللي اتقال لي الرساله وصلت لي نيفر. ما اعطاش علي، اللي كان قال لي ان هو دخل مسح الفيديو. لا انا عمري ما بقول حاجة، عمري ما بعض لساني. لو بقول حاجة بقف وراها، وهقول لك دلوقتي نفس الكلام، عشان فيل هيث يتغلب. مش هيتغلب الا لو، ومفيش حد يقدر يعملها غير رامي، ان هو يغلب فيل هيث، لان عنده السايز، عنده السمول ويست، بطن الفلات. بطن الفلات، كل حاجة موجودة اكسبت. يقول لك هو مستر اولمبيا زوان منين؟ قول لي انت مستر اولمبيا تتكسب منين؟ بزنس لا، لازم. فروم ذا باك. اي ماشي، بس هي يعني اغلب الموضوع في اولمبيا بزنس يعني بحت. طيب انا اسالك سؤال، اتفضل. انت عارف في اولمبيا 2017 الناس كلها بتقول ايه؟ رامي طبعا انا كنت موجود رامي في الارينا. انا عايز اقول لك رامي طلع انت على بتقول لي المسرح. بزنس، انت بتقول لي بزنس. ليه؟ فين المنطق ان الاتحاد هيدي المستر اولمبيا لشخص معظم الناس ما بيحبوش اونلاين؟ فين البيزنس في الموضوع؟ فين البيزنس ان انت هتضايق 10,000 واحد بيتفرجوا؟ فين البيزنس في الموضوع ده؟ مفيش بيزنس. لو في بيزنس، ما رولز رولز ان هو ما كانش يكسب وكسب. لا هو تحكيم، ما كانش 9 حكام مدين له فول سكور فل. ازاي؟ ما اسالهم هم بقى البوزات بتاعته. انت بتتحكم اون ذا بوز. مشكله فيل كان الترانزيشن، لما كان بيغير من بوز لبوز، لان كان عنده هيرنيا فبطنه بتفلت. بس لما كان بيضرب وضع، لما كان الوضع مضروب جت ما كانتش موجوده. بعدين لو احنا هنتكلم على البطن، خلينا واقعيين، كلهم معظم بودي بيلدرز فيه جت يعني لحد ما. ولو طب مش المفروض ان احنا في اللحظه دي ندي للمميز اللي ما عندوش المفروض ان هو يكسبها؟ انت عارف السنه دي بعد السنه اللي فاتت خدوا اتجاه اي واحد هيطلع بابل جات انت اوت بقى خلاص انسى اوت. طبعا، لان هم السنه اللي فاتت حصل عليهم هجوم لدرجه ان هم قفلوا الموقع بتاعهم، لان حصل فذر واز ا بينالتي. بالظبط، بينالتي، ان انت لو ما صلحتش الموضوع ده يور اوت. وافكرك بموقف جاي كاتلر 2007، بعد ما كسبه، وكسب 2006، 2007 كان الكونديشن بتاعه اي كلام، كانش حلو. كان الناس بتقول فيكتور مارتينيز كان المفروض يكسب. طبعا فيكتور مارتينيز عربي؟ لا مش عربي. مين لما السنه اللي بعديها 2008 لما جي كاتلر جيب نفس الغلطه؟ كانت اول مره نشوف مستر اولمبيا يخسر من ثالث سنه لداكستر جاكسون، واحد نص حجمه. فاتس فير، ال 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 الحق ان انت ليك سكند شانس، ده انت بتكسبه بعد ما بتكسب الاولمبيا. انت فاهم يعني؟ يو هاف تو نوك الشامبيون اوت، لازم تقضيه ضربه قاضيه زي ما انت قضيت في البطولات اللي فاتت كلها وجيت نوك اوت، وانت عندك اصابه فوق تحملك ضره، عندك اصابه في الفقرات في العمود الفقري، وبعض الدكاتره انا عندي اصابه ورحت عملت العمليه، بعد الدكاتره سيب يا حبيبي الحديد يا بابا وشوف لك حاجه تانية اعملها. يا بابا سيب المش ده هيأذي، هتقعد على كرسي بعجل، امشي من الموضوع، اهرب، مش عارف ايه. الالم انا فاهمه، انا وانت فاهمين الالم ده بيبقى عامل ازاي، الم لا يوصف. انا ظهري بيوجعني دلوقتي وانا بكلمك. وانا قاعد برضه يعني فعلا عندنا الم لا يوصف. ازاي تحديت الالم ده
وبعد فترة من التريح في البطولات ان انت تخش تغزو البطولات اللي هي العالمية. انت الاول خلاص انت التريح مش معنى ان انت بعت، بس معنى ان انت كنت مركز في كندا قوي، ما كانش عندك تطلعات ان تطلع بره. انت دايما كنت عايز ايه؟ اكبر في كندا، اعمل في كندا، اعمل في كندا. هواه كهواه. بالظبط. اه، فجات لك منين بقى الصراع ان انت تحارب الالم وانت مصاب وهو ممنوع منعا باتا، ان احنا يعني ديد ليفت واوزان والحاجات دي وان انا انت ما ما تعرفش بلعبش ديد تشيل. ليفت. هنعرف انت عملتها ازاي. آه، تصارع كل ده وتبتدي تتجه ان انت تبقى محترف بالاصابه اللي عندك دي. انت بالنسبه لي عارف، انا افهمني صح ما تفهمنيش غلط، لان انا وانت عندنا نفس الموضوع. عارف لما بتشوف بني ادم بيطلع على المسرح عاجز، عنده عجز، الناس بتبقى كلها سبورتنج ليه. انا شايفك هيرو بالنسبه لي، مش عشان انت لاعب كمال اجسام، مش عشان انت بتعرف تتمرن، مش عشان انت بتعرف تعمل نيوتريشن، مش عشان انت بتعرف تاخد هرمونات، عشان انت بتعرف تحارب الالم اللي مفيش حد فاهمه غيرنا اللي عنده نفس الاصابه دي. فانت بالنسبه لي في اللقطه دي انت هيرو، ان انت عرفت تدمر كل ده وتبوش ثرو الالم وتبقى الدره اللي واقف على مسرح اولمبيا بكره ان شاء الله بالنسبه للمحترفين في ال 212. عملت ده ازاي؟ اول حاجه شكرا على الكومبلمنت الحلو حبيبي بجد. تاني حاجه دي بقى بتخش ايه، دي ممكن اقول لك بقى اشكر هندسه فيها شويه. هندسه بتعلمك ازاي تفكر، بيبقى عندك الاساس بتاع هندسه، عندك مشكله بتانالايز المشكله، بتشوف البوسيبل سولوشنز، عندك حل ان انت توقف، عندك حل ان انت تعمل كذا كذا، وتطلع بالحل المناسب. هو ده بالظبط اللي عملته. اوكي، دلوقتي عندي شرخ ما بين ال الرابعة والخمسة؟ لا الخمسة والحوض في ال اه ال اوكي ال S5 هي S5 و L1 اه ولا L5 و S1؟ اللي هي عامة الفقرة العجزية بالنسبة للناس اللي مش عارفة. طيب في شرخ فيه، والشرخ وغير الشرخ عندي سكوليوسس، دي من حاجة وانا صغير، فبرضه ده الدكتور قال لي انت ما ينفعش اصلا تلعب، ما عندكش سيمترية اساسا. ده بقى ساعتها بقى بيخش، طيب لازم بقى نستخدم مخنا بقى شويه. طريقه التمرين اليمينيت كل حاجه فيها لود على المنطقه دي، لود على المنطقه دي. ماشي. لازم اجهزه معينه. اول حاجه عملتها الجيم بتاعي، طلبت جهاز هاك سكوات معين. في الهاك سكوات اللي هو العادي، بيبقى الحمل 90% درجه لتحت على ظهرك. بالظبط. في بقى هاك سكوات اللي انتوا بتشوفوه عندي في الفيديو اللي بيبقى عامل كده، الحمل 145 145 الحمل بيبقى على الفخذ بس. دي اول حاجه عملتها، والجيم طبعا جابوا لي الجهاز ده مخصوص ليا. تاني حاجه الديد ليفت ما اقدرش اعمله، يعني ما اقدرش اشيل اوزان تقيله. بالظبط. يبقى لازم اغير طريقه تمريني كلها. يبقى ساعتها ايه، لازم نرجع نذاكر شويه. واظن دي من الحاجات اللي خلتني ابقى مدرب كويس، ان انا بقيت عم فاهم علم التشريح نفسه عشان تقدر توصل للعضله، غير ان انا غصب عني اضطريت ادور على حلول تانية لبناء العضل. بالظبط، عشان تفويد الالم او ما تاذيش العضله. بالظبط كده. فطبعا في كذا المايند ماسل كونكشن ده اضطريت يعني اطوره واركز فيه بطريقه مش طبيعيه. وشويه شويه اضطريت، يعني بتبتدي من اول وجديد، الاوزان كلها بتخف، زي ما تقول انا عملت ريستارت لما جالي المشكله دي. لما اجي لك ريستارت خلاص ورجعنا ستارت بالاوزان الخفيفه تاني، بالتمارين الجديده المعينه، بالاسلوب الجديد، وشويه شويه هنبتدي نزود بالاوزان بالستابيليتي. ده اول حاجه. تاني حاجه طبعا انت ما تقدرش تعمل كده غير لو انت في عضلات معينه لازم واحد بتاع علاج طبيعي يكون معاك فيها. طب فانا عندي الكايروبراكتر بتاعي بشوفه كل اسبوع، يوم ما ببقى بخيل ومش عاوز اروح اشوفه عشان اوفر لي كام دولار، بعد اسبوعين نفس المشاكل كلها بترجع تاني. هو شغلته ان هو بيعمل الاينمنت للعمود الفقري. بالظبط. والحوض بتاعي انا لسه شايفه اليوم اللي قبل ما اسافر 11/9. طبعا لازم البس حزام احمي ظهري. والعمليه كونسيستنسي، المشكله في الناس ان بيستسلموا بسرعه، مش بيدوا لنفسهم وقت. انت عارف ان الاصابه دي جت لي امتى؟ بعد الحرق
لما رجعت من الحرق كسبت بطولة كندا تاني مرة، وقلت يس خلاص بقى مفيش إصابات، عامل عملية كتف كسر ركبتي، الصابونة اتقطمت نصين من حادثة موتوسيكل، قلت كده خلاص مفيش بقى. وأنا بتمرن بعد البطولة بوزن تقيل سمعت طقة، قلت عضلة مش مشكلة. يوم بعد يوم بقى الموضوع مش ببالغ، بقعد 45 دقيقة عشان أقوم من السرير، طبعا انا عارف، وطبعا أدفيل كل شوية وريلا مصر ريلاكسنت وحاجات كل كتير. حاجة. طبعا طبعا طبعا. فدلوقتي قلت أوكي عندي مشكلة، عندي حلين. هو لما حاجة بتقع في حجرك لازم تتصرف بقى خلاص. الحياة هتوقع حاجات في حجرك كتير بيوند يور كنترول، مش طبعا بإيدك. طبعا. يبقى عندك حلين، إن أنت تتعامل بيها أو إن أنت تفضل قاعد وهي موجودة عليك. الواحد من القرارين دول هو بيقول أنت أنهي نوع راجل، what type of man you are، أنت هتتعامل بيها ولا هتفضل قاعد زي ما أنت. اتعاملت بيها و I had no choice. وده اثبت ان انت فعلا زي ما بقول عليك هيرو، يعني دي اثبتت فعلا بص انك هيرو. الإرادة دي جاية من ربنا الحمد لله، طبعا طبعا الحمد لله هو زرعها فيا. يعني ما صاحبك قال لك ايه كاتي، ربنا مش بيوفق الخبيث، اعتقد حاجه حاجة كده. زي كده. انا مش عارف اساله بقى. طب انا هسالك سؤال خبيث، انت بتستخدم هرمونات؟ ما تردش غير لما على طول. انا هرجع للموضوع الاستخدام الهرمونات ده لسبب اوكي واحد بس، اتفضل بس ما نرجع من ماشي الفصل ده.